ابو سلطان انت كنت هتزعق لي في المفطر؟ حد شرد يكون مجهز معاي. حد شرد يجهز معك الاكل؟ مليا يعني الافطار مليا. طبعا ازعق ابو سلطان وخرب الدنيا. طبعا يوميات المغترب خبز حاج ابو سلطان الله يكثر خيره عمل ثلاث اصناف اكل. انا هوريكم الثلاث اصناف اكل اللي هو خرب الدنيا وقاعد يزعق. اول حاجه الصنف الاولاني عمل باذنجان بفلفل مقلي، دي الصنف الاولاني اهو. الصنف الثاني راح عامل باذنجان وفلفل بالتومه، الصنف الثاني. الصنف الثالث راح عامل باذنجان وفلفل برضه مسقع. والله تاني ما هدقوه، والله ما هدقوه. شوف لأنهمكم بالجوع عامل نفسه ايه وخرب الدنيا وانا مسلوك تحت في التكييف برا عمال اقلي في البنجان والفلفل وعمله عامل نفسه مصنف وكله باذنجان وفلفل. انا قلت يا هزمتي انت ما عجبت الصدرة بنتك الفلفل.